السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرنج. معكم إياد رضوان. شكرا للمنتسبين بالقناة وشكرا للداعمين اللي بتظهر أسماءهم ببداية كل فيديو. راح نشوف بهذا الفيديو تتمة الحديث عن هجوم توري أو توري أتاك بمباراة جميلة جدا لبطل العالم كاسباروف. إذا كاسباروف بالأبيض هالمباراة لعبت عام 1991، كان تقييمه 2800. فخلينا نشوف شو اللي صار. بلش بدي 4، نايت اف 6، نايت اف 3، اي 6، بيشوب على الجي 5، وعنا دي 5، والنايت على الدي 2، والفيل على الاي 7، وعنا اي 3. الان سي 5 من اللاعب الاسود، وعنا سي 3. النايت على الدي 7، وعنا البيشوب على الدي 3. طبعا مثل ما انك شايف انه كاسباروف بطل العالم وافضل لاعب بالعالم كان بوقته، لعب هذا الافتتاح ولعب هي التشكيله نفسها، فاذا يعني تعتبر من الافتتاحيات الملعوبه والامنه. فهون اللاعب الأسود لعب بي 6، وهي أكثر نقلة شائعة والتشكيل يعني الأكثر لعبا بهذا الموقف. هلا هون في حال لعب الكوين على السي 7 ممكن يكون في عنا النقلة الملعوبة تبييت، ولكن هون ممكن يلعب أيضا الفيل على الاف 4 لحتى يضايق الوزير، وممكن أيضا يلعب الروك على السي 1 تمهيدا للعب النقلة سي 4 ويعني تكسير الوسط هون. فإذا هون لاعب الأسود لعب النقلة بي 6. فهون كاسباروف لعب النايت على الاي 5، وهي تطويرة وتحديث إلى الخط الرئيسي، ممكن نسميها هي نقلة مستحدثة. طبعا الخط الرئيسي هون إنه يلعب تبييت، فراح يكون عندنا بيشوب على البي 7، نايت على الاي 5، نايت تيكس اي 5، دي تيكس اي 5، نايت على الدي 7، بيشوب تيكس اي 7، كوين تيكس اي 7، اف 4، وعنا اف 6، اي اف 6، جي اف 6، وطبعا هون كتاب عم يقول النقله اي 4. ويعني اللعب مثير جدا، وضع يعني يستحق المتابعه. ممكن الكمبيوتر هون او اللاعبين كثير وصلوا لهذا الموقف ولعبوا كوين اتش 5 كيش لما غطى بالوزير، يعني رجعوا على الاي 2، ايضا يعني موقف جميل. فاذا كاسباروف ما لعب النقله الرئيسيه اللي هي تبييت، ولعب النايت على الاي 5. نايت تيكس اي 5، دي تيكس اي 5، نايت على الدي 7، بيشوب تيكس اي 7، كوين تيكس اي 7، اف 4، بيشوب على البي 7، والكوين على الاي 2. واللاعب الابيض عم يجهز نقله الاي 3 للاي 4. هون اف 6، اي تيكس اف 6، جي تيكس اف 6. بدل الاخذ بالبيدق اذا اخذ بالحصان، فراح يكون عندنا البيشوب على البي 5 كيش، راح يرجع يغطي بالحصان، والان النايت على الاف 6. وهذا الحكي لمصلحه اللاعب الابيض. ليش؟ لانه مثل ما انك شايف عم يسيطر على الخانه اي 5، ممكن يجي الحصان ايضا ليزيد الضغط على الحصان هون. فلذلك اللاعب الاسود هون اخذ بالبيدق جي وليس بالحصان. فالان اي 4 تبييت طويل، اي تيكس دي 5، بيشوب تيكس دي 5، والان بيشوب على الاي 4، نقله قويه. طبعا بعد تكسير فيل الخانات البيضاء عند اللاعب الاسود، اللاعب الاسود راح يكون ما عاد عنده اي لعب مضاد، وبالتالي راح يصير في عنا ضعف بجناح الملك بسبب يعني ضعف الخانات البيضاء، وراح يصير في عنا اختراق بالوزير. فالان كوين على الدي 6 تبييت، وكوين على السي 6. طبعا الافضل هون الملك على البي 8. فاذا لعب الكوين على السي 6، الان بي 4، روك على الجي 8، بي 5، الكوين على البي 7، وعندنا سي 4 طالبا الفيل. الفيل راح ياخذ الفيل، والان نايت راح ياخذ الفيل. الملك على البي 8. طبعا بسرعة استطاع اللاعب الأبيض أنه يقوي موقفه بجناح الوزير، طبعا للاستعداد للهجوم على الملك. واللاعب الأسود ما عنده الوقت الكافي للبدء بهجوم قوي وفعال على العمود جي. فإذا الآن روك على الدي 1، روك على الجي 6، عنا جي 3، وروك دي جي 8.
طبعا بدل الجي 3 النايت على الدي 6 ومتابعة الهجوم يعني راح تكون أفضل بكتير، ولكن بهاي المباراة كان كاسباروف عم يلعب عدة مباريات بوقت واحد، فلذلك يعني حتى ما يتعب نفسه بالتفكير يعني عم يلعب على مبدأ زيادة الحذر، فلذلك لعب النقلة جي 3 يعني لتأمين نفسه دفاعيا. فالآن القلعة على الجي 8 والآن القلعة على الدي 3 اف 5 نايت على الدي 6 طالبا الوزير، وزير على السي 7 روك اف دي 1. طبعا عندنا كثير تهديدات، ولكن بتوقع التهديد الاخطر هو راح يكون تقدم بالبيدق اي ثم التقدم فيه للخانه اي 5 وفتح الموقف على جناح الوزير. فهون نايت على الاف 6 كوين تيكس اي 6 والنايت على الجي 4. هلا بدل نايت على الجي 4 اذا لعب نايت على الاي 4 فرح يكون عندنا نقله قويه كوين على الاي 5، بحيث طبعا لو اكل الحصان راح ناكل ويكون في عندنا ضغط شديد، فراح ناخذ القلعه وراح ناخذ القلعه وافضليه كبيره للاعب الابيض. فاذا هون نايت على الجي 4 كوين تيكس اف 5 روك على الاف 6 كوين اي 4 كوين دي 7 والكوين على السي 6. هلا بدل هاي النقله الكوين على السي 6 كان كاسباروف ممكن يلعب نقله قويه جدا وهي النايت على الاف 4 وعم يهدد الوزير بالقلعه، طبعا عم يضحي بالحصان لانه هون اذا اخذ الحصان يعني رح يكون في عندنا كش مات روك دي 8 كش روك تيكس دي 8 روك تيكس دي 8 والملك على السي 7 والان الكوين على الاي 8، وطبعا بدنا كش مات من البي 8 ما الى اي حل، اي نقله كانت راح يكون عندنا كوين على البي 8 كش مات. فاذا هون كاسباروف لعب الكوين على السي 6 كوين تيكس كوين بي تيكس سي 6 A6 روك على ال E1 روك على ال D8 C7 كيش الملك رح ياخده نايت على ال E8 كيش ورح ناخد القلعة، فمضطرين نكسره بالقلعة روك تيكس E8 B5 روك على ال D5 روك على ال C6 C تيكس B5 A تيكس B5 روك على ال D8 الملك على ال B6 روك B8 كيش الملك على الـ A5 والقلعة على الـ C8، وهون استسلم اللاعب الأسود طبعا لأنه إذا حرك قلعته على أي مكان فيعني رح ياخد هذا البيدق ورح يسقط البيدق الثاني، فلذلك هون مضطر أنه يكسر، فرح نكسر وطبعا النهاية صارت سهلة، هذا البيدق بدعم القلعة لا يمكن إيقافه بالحصان. هلا ربما اللاعب الاسود ما وجد افضل النقلات ضد كاسباروف، ولكن حتى افضل اللاعبين ما فيهم يلاقوا يعني الطرياق المناسب لخطه اللاعب الابيض. هلا بالنسبه للاعبين اللي ما بدهم هجوم توري او بدهم يعني نفس الافكار ولكن بعدوانيه اكثر شوي، فالكتاب بنصحهم بنظام بيري. شو هو نظام بيري؟ الان دي 4 نايت اف 6 نايت اف 3 اذا لعب الاسود جي 6 طبعا الدفاع هندي الملك، فهو نايت سي 3 دي 5 والان الفيل على الاف 4، وهذا النظام ممكن لعبه ضد دفاع هندي الملك وضد دفاع جرينفيلد. فاذا هذا هو نظام بيري وهو مشابه جدا لهجوم توري، الفكره بالضغط على الوسط وتهيئه الخانه اي 5 للحصان ثم الهجوم على جناح الملك. فعم يقول الكتاب انه بفصل واحد لا يمكننا دراسة كل افكار الافتتاح. هلا هون فقط في عنا بعد ال D4 D5 عم يقول لك نايت على ال C3 وهو افتتاح فيريسوف، فيك تعمل ريبورتوار كامل للاعب الابيض وهو شبيه بنظام بيري مثل ما شفنا. بعدين الحصان رح يطلع على النايت على ال F3 ثم الفيل على الـ F4. بس آخر ملاحظة بهذا الفيديو التذكير شو هو دفاع جرينفيلد اللي ممكن نلعب عليه نظام بيري. هون بعد الـ D5 راح يلعب النايت على الـ F6، في حال لعب C5 راح نلعب الـ G6، هلا في حال لعب النايت على الـ C3 راح يلعب الـ D5. هذا هو دفاع جرينفيلد.
اللي انا بشوفه يعني هو مزج بين جان بيت الوزير المرفوض وهندي الملك. فهذا كان الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. تابعونا بالفيديوهات القادمه لنتابع بشرح كتاب يوزوبوف، يعني كتاب قيم جدا، واقتربنا جدا من انهاء الكتاب الخامس. الكتاب السادس يعني راح يكون مستوى اعلى شوي للاعبين المستوى اعلى، فراح يكون في معلومات مهمه جدا ومفيده جدا لا ترفع مستواك. فانتظرنا وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.